الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الموجبات التفاعل العاطفي مع أئمة أهل البيت عليهم السلام، سواء في مشاهدهم أو مجالسهم. هذه الأيام تفاعلنا مع المعصوم إما من خلال المشهد كزيارة الحسين عليه السلام، أو من خلال مجالسهم مثل هذه المجالس. الذين كانوا في زمن المعصوم كان لهم شرف المواجهة. هنيئا لأصحاب النبي، لأصحاب الأئمة، إذ رأوا تلك الوجوه الطاهرة. المهم، نحن عادة نتفاعل من خلال مجالسهم ومشاهدهم. هذا التفاعل العاطفي الوجداني القلبي من روافده، من موجباته المعرفة. ولهذا وردت في الروايات هذا القيد: من زاره عارفا بحقه. كلمة العرفان بالحق. طبعا العرفان بالحق له معنى مجمل، إجماله أنه إمام مفترض الطاعة. هذا المعنى كبير. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أي أولي الأمر؟ يكون في عداد الله ورسوله. إذن أن تعرف أن هذا إمام منصوب، قلنا في مناسبات مختلفة، الله أعلم حيث يجعل رسالته في الأنبياء، والله أعلم أين يجعل وصاية أنبيائه. النبي مرشح من السماء، ووصي النبي أيضا مرشح من السماء. بعد وفاة النبي الأكرم في 28 من شهر صفر، في اليوم الأول من ربيع الأول، لم يختلف شيء من حيث حاجة الأمة. الأمة بحاجة إلى مفسر، إلى قائد جيش، إلى من يفتي الفتاوى، من يحسم النزاعات. إذن وجود الوصي بعد النبي هذا أيضا بيد السماء. إذن أن تعرف حقه هذا معناه إجمالا، ولكن المطلوب من أحدنا أيضا أن يغوص في محاسن أخلاقهم. حتى عندما تزور الرضا عليه السلام في الطريق ساعات بعيد المدى، ترجع تبقى هنالك 10 أيام حتى تصلي تماما مثلا. في هذه الفترة هل قرأت كتابا أو تقرأ كتابا عن سيرته؟ جزء كامل من أجزاء هذه الموسوعة المباركة بحار الأنوار، 110 مجلد، جزء كامل من في حياة الإمام الرضا عليه السلام. إذن أن تطلع على محاسن أخلاقه وكريم سيرته من موجبات التعمق في عرفان حقه. الآن من مصادق ذلك، نحن في محضر الرضا عليه السلام نريد أن نتلمس شيئا من محاسن أخلاقه، عسى أن نتأسى جئت إلى باب الرضا. طبعا هذه الرواية مشجية أيضا. الإمام الرضا عليه السلام واقعا كان معذبا في أرض خراسان. كيف أبوه موسى بن جعفر كان معذبا في أرض بغداد، هو أيضا كان معذبا في تلك الديار. يقول الهروي أبا صلت: جئت إلى باب الرد، إلى باب الدار الذي حبس فيه الرضا بسرخس.
سرخس الآن مدينة من مدن خراسان، قرابة قريبة من مشهد الرضا عليه السلام. إذن العبارة فيها حبس، إذن اقتيد من المدينة إلى أرض خراسان وهو في حكم الأسير، ولهذا يقول: ذهبت إلى حبس الرضا في أرض في مدينة سرخس وقد قيد. هذه الجملة إذا تذكرتها عند الرضا عليه السلام قد تجري دمعتك. إمام فرق بينه وبين مدينة جده، بينه وبين ولده الجواد، بينه وبين أسرته. أنا لم أرى في التأريخ أن الإمام أخذ معه عائلته، الإمام الجواد عليه السلام متيقن تركه في المدينة. هذا البعد يكفيه ألما ومع ذلك يحبس ويقيد. فاستأذنت عليه السجان، قلت: أريد أن أزور الرضا عليه السلام. قال: لا سبيل لكم إليه، اللقاء غير متاح. فقلت: ولما؟ قال: لأنه ربما صلى في يومه وليلته 1000 ركعة. هذا الإمام صحيح في السجن مقيد، ولكنه مشغول بالصلاة 1000 ركعة في اليوم والليلة، وإنما ينفتل من صلاته ساعة في صدر النهار وقبل الزوال وعند اصفرار الشمس. في هذه الأوقات الثلاث يعني يتوقف عن الصلاة، فهو في هذه الأوقات قاعد في مصلاه يناجي ربه بين صلاة وبين مناجات. قلت له: ما دام الإمام في هذه الساعات يستريح لا يصلي، ائذن لي في الدخول عليه. قلت: فاطلب لي في هذه الأوقات إذنا عليه، يعني قبيل الغروب قبيل الزوال، هذه ساعة الإمام يمكن أن يرى. فاستأذن لي عليه، دخلت على الرضا عليه السلام. هنا العبرة، كل العبرة. يقول: فدخلت عليه وهو قاعد في مصلاه متفكر. هنا بيت القصيد: المؤمن إن لم يصلي في الطريق في السفر في الطائرة قبل النوم ذهنه يعمل، طبعا يفكر فيما هو خير له. الإمام هذا حاله، طبعا من كان هكذا حاله في حبس سرخس أنا أتوقع أن هذا حاله أيضا في أرض خراسان عندما يقال هذا هو ولي العهد مثلا. هذه العبادة المتراكمة كم ترفع من قدره عند الله عز وجل. رواية أخيرة: المعصوم في كل زمان أعلم أهل زمانه في كل شيء. الإمام إذا سئل في الطب أجاب، إذا سئل في الكيمياء أجاب، جابر بن حيان. إذا سئل في الرياضيات أجاب، علمه من الله عز وجل من هذه الجامعات. أحدهم يدخل الجامعة يخرج متعلما، الإمام خرج من مدينة علم النبي، الأمر أولى، ومنه اللغات. يقول: كان الرضا عليه السلام يكلم الناس بلغاتهم، فقلت له يوما، أيضا الرواية عن الهروي، قلت: يا ابن رسول الله، إني لأعجب من معرفتك بهذه اللغات على اختلافها، تعرف كل اللغات، يعني أنا متعجب. فقال: يا أبا الصلت، أنا حجة الله على خلقه. معنى الكلام: لو جاءني إنسان من الصين أنا حجة الله عليه، لابد أن أبين له بلسان قومه. الإمام لا يأخذ مترجما مثلا.
إذن أنا حجة الله على خلقه، وما كان الله ليتخذ حجة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم. كل اللغات يعلم، أنتم تعرفون سليمان كان يعلم منطق الطير، إمامنا كذلك. ثم قال الرضا عليه السلام: أو ما بلغك قول أمير المؤمنين؟ أوتينا فصل الخطاب، ليس داود وسليمان فحسب، أوتينا فصل الخطاب. فهل فصل الخطاب إلا معرفة اللغات؟ وإذا ولهذا أقول أخيرا: الإمام هو الإمام، من ذكرناه في حديثنا الآن أيام حياته هو الآن، إذا زرته روح الإمام ترفرف في عالمه، في مقعد صدق يسمع كلامك، يرى مقامك، يبلغه سلامك. عامل الإمام كما كان يعامله أبو الصلت الهروي، تكلم معه، والآن لا تسمع الجواب هذا أمر آخر، تكلم معه وأنت أمام ضريحه، قلنا يشهد الكلام ويرد السلام، ثم تقول: وأنك حجبت عن فهمي كلامهم بهذا المضمون، آذاننا لا تسمع الأصوات البرزخية، وإلا لو ترقيت لرأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت. اللهم أبلغه الليل سلامنا، واردد إلينا منه السلام، وارزقنا قريبا زيارته، وفي الآخرة شفاعته، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.